قال: وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت. وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. ليس المراد السبق أيهما يمني أولا، ليس هذا مراد السبق، إنما لعل المراد والله أعلم كما قال بعض الشراح وصول أحد الماءين إلى شيء معين قبل الآخر، والله أعلم. قال: أشهد أنك رسول الله، أشهد أنك رسول الله.